السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الخامس، ازايكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسمنا صبحي، وان شاء الله في فيديو النهاردة هنقرأ مع بعض كلمات الدرس الاول في يونت 4 في اليونت الرابع، وكمان هنحل ان شاء الله تدريبات الدرس الاول في يونت 4 اللي هي هتكون صفحة 149 و150 من كتاب بيت باي بيت. يلا نبدأ كده نقرأ مع بعض الكلمات. بسم الله، احنا في صفحة دلوقتي 146 في كتاب بيت باي بيت. يلا هاتها وافتحها كده معايا وردد الكلمات ورايا. بسم الله، عندنا كلمة mountain mountain mountain، جبل mountain mountain mountain، جبل mountain جبل mountain mountain، بحيرة lake بحيرة waterfall شلال waterfall جزيرة island، الاس هنا silent ملهاش صوت، يبقى قول تاني ها، island جزيرة island جزيرة island غابة forest غابة forest شعاب مرجانية coral reefs يعني شعاب مرجانية. طيب حديقة النباتات بأسوان، Botanical Garden أسوان Botanical Garden. وفي ناس بيقولها Botanical بس Botanical دي أحسن. Botanical Garden. يبقى Botanical Garden يعني حديقة النباتات. طيب معبد فيلا Temple of Phila ال P وال H هنا make sound ف. طيب تعالى نكمل، غروب الشمس sunset غروب الشمس sunset مقابر النبلاء tombs ال B silent tombs يبقى tomb يعني مقبرة، طبعا الاس جمع يبقى of the nobles. طيب عندي كلمة نادر rare نادر. طيب فترة حكم rain فترة حكم rain G silent G مش هنطقها. تعال نشوف ال other words، كلمة شكل shape تاريخ history تاريخ، نتيجة تقويم calendar المركبات في حركة المرور traffic يعني حركة المرور. ايه المركبات دي؟ اللي هي اللي العربية والموتوسيكل والدراج، الحاجات دي اسمها traffic. طيب مدينة كبيرة city مدينة صغيرة town جلد مدبوغ leather تي والإتش طبعا هنا ذ
leather leather طلع لسانك فيها. عندنا هنا كلمة رحلة trip 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 زيارة visit 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 تمشية walk walk ال l silent walk 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 walk. طيب خصوصا particularly 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 particularly. طيب مركب شراعي فلوكة يعني فلوكة 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 مملوء ب أو مليء ب full of full of full of full of. الادجكتيفز الصفات فانتاستيك رائع فانتاستيك 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 فانتاستيك. هادي كام ال ال سايلنت بقول ايه كام كام او كوايت 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 الاي جوه كوايت الاي جوه عشان في كوايت الاي بره معناها الى حد ما بيجي وراها صفه اما كوايت دي معناها هادئ كوايت هادئ. طيب عندي هنا مزخرف او مزين decorated 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 مشهور famous 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 مشهور. طيب صفحة 147 عندنا هنا الverbs الافعال منتظمة وغير منتظمة regular و irregular. هنا كلمة يفتقد شخص mismissed 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 يحاول try tried try tried try tried يسير او يمشي walk walked walk walked walk walked. طيب عندنا هنا ال irregular verbs افعال غير منتظمة يفهم understand understood understand understood understand understood يجد find found find found find found يذهب go went go went go went. تعال نقرأ الجمل دي مهمة جدا يلا نقرأها مع بعض ونذكرها. عندنا كلمة جزيرة إليفانتن أو فيلة تزخر بالتاريخ يعني مليانة تاريخ يعني تزخر يعني مليئة بي. يبقى إليفانتن island is full of history full of history full of history مملوءة بالتاريخ. طيب هناك الكثير لترى there is lots to see there is lots to see إنها المكان الأكثر روعة it is the most فاكر the most و the least صفة طويلة يبقى it is the most fantastic place it's the most fantastic place إنها أقدم جزء في مدينة أسوان. It's the oldest part of أسوان. It's the the بقى خليها the. It's the oldest part of أسوان. It's the oldest part of أسوان. طيب هنا إنها أقدم جزء خلاص قلناها. ذهبنا إلى متحف أسوان. We went to Aswan Museum. We went to Aswan Museum. طيب يمكنك التمشية لمسافات طويلة we can go for long walks go for go for go for long walks long walks. طيب هنا كنت مسافر بالقارب I was traveling by boat I was traveling by boat. لا أطيق الانتظار لأراك قريبا can't wait to see you soon can't wait to see you soon. طيب هنا أوقات غروب الشمس رائعة وخصوصا وأنت في مركب شراعي يبقى the sunset are fantastic particularly from أفلوكا. طيب هنا لديهم منازل جميلة ومزينة بألوان زاهية they have beautiful brightly decorated houses. طيب سوف نمشي إلى مقابر النبلاء We're going to walk to the tombs of the nobles. يلا نحل مع بعض صفحة 149. لازم تكون حلل انت الاول بالقلم الرصاص وبعد كده تأكد من حلك معي. ما تنساش اللايك. يلا دوس لايك دلوقتي. ولو اول مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة.
طيب عندي هنا صفحة 149، أول سؤال listen، تعالى نقرأه كده مع بعض وأنا حليته لك. بيقول لي Alexandria is a big city in the north of Egypt، يعني اسكندرية مدينة كبيرة في شمال مصر. طيب Alexandria has beautiful beaches، يعني الأسكندرية بها شواطئ جميلة. ثلاثة هنا many people come to Alexandria in the summer، يعني كثير من الناس يأتي الأسكندرية في الصيف، فصل الصيف summer. The people in Alexandria are، يعني الناس في الأسكندرية يكونوا friendly، friendly يعني ودودون. طيب تعال نشوف هنا، بيقول لي there is no، لا يوجد إيه، so the island is very quiet، لذلك الجزيرة تكون هادئة. يبقى مفيش traffic، يعني اللي هي المرور، مفيش مركبات اللي تعمل زحمة وتعمل أصوات وتعمل noisy إزعاج. يبقى الدنيا quiet، هادئة، عشان مفيش traffic، مفيش مرور. طيب number two بيقولي Alexandria is a، الأسكندرية تكون إيه؟ طبعا مدينة كبيرة، يبقى نحط دايرة على city. Number three we could climb، climb البيمة منطقهاش، up the high yesterday، يبقى climb هتسلق ايه اللي ينفع تسلقه، المountain الجبل. Four the أوفيلا، احنا خدناها ايه، is in أسوان، يبقى the نقط أوفيلا، the temple يعني يبقى temple معبد. Number five in the evening، في المساء، I like to see the، بحب أشوف إيه، يبقى sunset غروب الشمس. Number six بيقول لي Elephantin is in Aswan، اسمها Elephantin Island، يعني جزيرة Elephantin. These coins are expensive، يعني ايه coins، يعني عملات معدنية. بيقول لك هذه العملات المعدنية تكون غالية، expensive يعني غالي، because لانها they are، تكون ايه، rare، rare يعني نادر، نادر الوجود، يعني مش موجودة كتير، الحاجة اللي مش موجودة بتبقى rare، نادرة. طيب تعال نشوف صفحة 150 نعرف الكلمات ونقرأ القطعة دي. كلمة villagers يعني القرويون، ايه القرويين دول، يعني اهل القرية، village يعني قرية، اما villagers يعني اهل القرية اللي هم القرويون. طيب sunsets يعني غروب الشمس، south يعني الجنوب، temple معبد، quiet هادئ. بيقول لي أسوان is a beautiful and calm place، أسوان مدينة جميلة وهادئة، مكان هادئ. There is no traffic، لا يوجد مرور، so it's very، لذلك هي تكون it's very إيه؟ quiet، هادئة. And the air is clean، والهواء يكون نظيف. There are no forests، لا يوجد غابات، but there are lots of trees، يوجد كثير من الأشجار، so it's quite green، quite دي يعني إلى حد ما، green خضراء، إلى حد ما خضراء عشان فيها زرع يعني. The نقط are fantastic، إيه اللي يكون رائع، particularly خصوصا from a fluke، من الإيه، من الفلوكة أو من القارب الشراعي، يبقى sunset غروب الشمس، غروب الشمس يكون رائع خصوصا من الفلوكة. The Nubian نقط have beautiful brightly decorated house، يبقى the Nubian villagers، يبقى القرويين النوبيين يعني الناس النوب، يعني لديهم منازل مزينة بألوان brightly يعني ساطعة. طيب هنا بيقول لي you can go for walks، يمكنك أن تذهب للتمشية، to the tombs of nobles، لمقابر النبلاء. أسوان is very special place، أسوان مكان مميز، in the of Egypt، أسوان ب south، يعني إيه south، يعني جنوب مصر. يبقى خلي بالك أسوان في الجنوب، أسوان in the south في الجنوب، أما Alexandria in the north في الشمال. طيب تعال نشوف هنا،
هنرتب مع بعض وهنعرف معنى الجملة. بيقول لي وإن أسوان ليف ودو ويو، يبقى دو يو ليف إن أسوان، يعني هل أنت تعيش في أسوان؟ دو يو ليف إن أسوان. وخلي بالك اكتب، يعني في مكان اهو اكتب فيه. طيب اكتب ورقم الاثنين. طيب نمبر 2 traveling و I و by و was و boat، يبقى عايز يقول لي I was traveling by boat، يعني انا كنت مسافر بالقارب. I was traveling by boat. طيب نمبر 3 live with you و city و do و in، يبقى do you live او live الاثنين ان شاء الله صح. do you live in a city، do you live in a city، هل تعيش في مدينة، يبقى do you live in a city. طيب هنا most و the و it's a place fantastic، يبقى it's the most fantastic place، يعني إنه المكان الأكثر روعة، يبقى it's the most fantastic place. طيب number 5 are with a we fascinating buildings، يبقى the buildings are fascinating، يعني المباني تكون رائعة، يبقى the buildings are fascinating. تمام كده. طيب تعال نشوف هنا ال punctuation. عندي I am missing you، يعني أنا أفتقدك. ال I capital، موجودة هي capital أصلا، فأنا هغير في الأبوستروفي كده، أحطه وأحط تحتيه خط كده missing you، في الآخر هنحط إيه punct كده أو full stop عشان دي جملة خبرية. طيب هنا بيقول لي I meet نهى yesterday، وفي نقطة في الآخر ايه؟ طيب ال I هتبقى كابيتال كده، حط تحتها خط. I meet، meet مش هعمل فيها حاجة، ال N في نهى هتبقى كابيتال، نهى و yesterday برضو مش هعمل فيها حاجة. طيب هنا عندي الباراجراف بيكلمني عن your city، مدينتك أسوان، وعايزك تستخدم كلمة fascinating town، fantastic town، fantastic town يعني مدينة رائعة، و no traffic يعني لا يوجد أي مرور، ازدحام مروري طبعا. واستخدم ان هي تقع في south of Egypt، في جنوب مصر. اكتب جملة عن أسوان، اكتب الجملة المقدمة I will talk about أسوان، هتكلم عن أسوان، وابدأ اكتب 5-6 جمل بين كل كلمة وكلمة، سيب مسافة، خلي خطك حلو، تاني خلي خطك حلو، سيب مسافة من كل كلمة وكلمة، وحط نقطة بعد كل جملة. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.